دونك كيف ما قلنا يوز ات تو معناتها متعود نحط معاها base form يعني الفيرب كيف ما هو ما نزيدو حتى شيء باش نحكي على past habits باش نحكي على حاجات كنت متعود نعملها. باه شوفوا مع بعضنا الرسم هذايا باش نزيدو نفهمو اكثر. دونك نستعمل يوز ات تو باش نحكي على حاجه كنت متعود نعملها يعني كنت متعود نعمل فيها في الباست لكن توا في البريزنت في الحاضر ما عادش نعملها. ناخذو اكزامبل سلمى يوز ات تو ترافل تو تركي ان هوليديز. سلمى كانت متعوده تسافر لتركيا في العطل يعني كانت متعوده قبل في الماضي تسافر لتركيا في العطل توا ما عادش. لهنا be used to plus noun or وإلا verb plus ing a situation that is no longer new, difficult or strange. باش معنى القاعدة هذه قاعدة جديدة. be used to verb to be هذاك نصرفوه إذا كان مع ال I تولي I am إذا كان مع ال he و she و ال it تولي is وإذا كان مع ال you و ال we و they تولي are. ما نزيدو معها use it to معناتها أنا متعود نجم نكون وراها اسم وإلا verb في ال ing form. لوش نستعملو هذه باش نحكيو على situation اللي ما عادش جديدة عليا يعني أنا متعود عليها مش صعيبة ولا غريبة عليا أنا متعود عليها. باش نزيد نفهم أكثر بالشي ما هذا حاجة أنا متعود عليها معناها قبل كنت نعملها وحتى لتو زادا نعمل فيها. example مثال my mother is used to getting up early on Sundays. My mother is used to getting up early on Sundays. أمي متعودة بالقومان بكري أيامات الحد. به كيف ما تشوفوا verb to be صرفتو مادام عندي my mother تو يولي is use it to وزدت معها verb get في ال ing form تولي getting. باش نحكي على باش نقول اللي أمي متعودة بالقومان بكري يعني من قبل حتى لتو هي متعودة بالقومان بكري أيامات الحد. ناخذ example واحد آخر I am not used to getting up early on Sundays. أنا مانيش متعود بالقومين بكري أيامات الحد يعني حاجة مانيش نعمل فيها لا قبل ولا تو أنا مانيش متعود. باش نحكيو على الحالة متاعك معناتها حاجة اسكو أنت في الباست في الماضي والبريزنت تعمل فيها وإلا ماكش تعمل فيها ماكش متعود عليها جمل. get use it to به في القاعده اللي فاتت استعملنا verb to be قبل use it to في هذه باش نستعملو get قبل use it to. get use it to plus noun بعدها noun والا verb في line g باش نحكيو على a situation becomes less strange or new. اش معناتها situation باش تولي معناتها اقل غرابه ولا ماهيش جديده معناتها ولات اقل معناتها كانت جديده اما بالوقت ولات اقل معناتها بديت نتعود عليها حاجه بديت نتعود عليها معناتها كنت مانيش متعود عليها وبديت نتعود عليها. باش نزيدو نفهمو اكثر بشي ما يعني حاجه ما كنتش متعود عليها قبل اما توا بديت نتعود عليها get used to. ناخذو example the little boy gets used to riding a bicycle. The little boy gets used to riding a bicycle. الطفل الصغير بدا يتعود على سوقان البسكلة. دونك عندي the little boy نزيد اس الverb get used to مع الverb في line g verb to ride زدت ing form riding a bicycle. طفل صغير بدأ يتعود على سوقان البسكلة
ناخذ اكزامبل واحد اخر. I couldn't get used to his snoring. I couldn't get used to his snoring. Snoring هو الشخير. ما نجمتش نتعود على الشخير نتاعو. يعني نورمالمون انت يزمك تتعود على الشخير نتاعو, اما انت ما نجمتش. Don't get used to معناتها نبدا نتعود. باش نعملو تمارين مع بعضنا باش نراجعو فيهم القواعد اللي قريناهم نتاع متعود وانا متعود وبديت نتعود. باه نبداو بالاكزرسيس الاولاني. Write the verbs between parentheses in the correct form. باه لهنا عنا جمل واحنا باش نبدلو بالفورم, باش نبدل الفيرب للفورم الصحيحة اللي تتطلبها الجملة. نبدأ بالجملة الأولى. When I was a student, I used to verb work in a library. وقت اللي كنت طالب, I used to يعني كنت متعود نخدم في مكتبة. شنو هي القاعدة؟ احنا قلنا كي تبدأ عنا used to plus base form, يعني الفيرب كيف من هو ما نزيده حتى شيء. Donc work, I used to work in a library. جملة ثانية. In my last job, I used to verb wear a suit and a tie. Now I wear jeans. شو معنى الجملة هذه؟ حتى في خدمتي الأخرانية, in my last job, I used to كنت متعود verb wear يعني يلبس a suit, costume and a tie وكرافات. Now توا I wear jeans, توا نلبس جين. ما حشتيش باش نعرف المعنى بتاع الجملة, عندي used to هي اللي توريني شنو هو لازم يجي بعدها. احنا قلنا used to plus base form, يعني نعاود verb wear كيف ما هو. I used to wear, يعني حتى اذا كان انا ما نفهمش المعنى بتاع الجملة النجم نخدم. Use it to plus base form, verb كيف ما هو نعاوده. الجملة اللي بعدها. We are used to live in a warm climate. We are not used to a cold one. شنو معناتها الجملة هذه؟ احنا متعودين عنا are. We are, الار هذيك هي verb to be, يعني be used to عنا, مش used to عنا, be used to. الار هذيك هي verb to be مع الوي. We are used to live, verb live يعيش, in a warm climate, معناتها في مناخ سخون. We are not used to, ماناش متعودين على واحد بارد, على مناخ بارد. شنو هي القاعدة اللي قلناها؟ be used to plus يا اما اسم والا verb في ing. دونك عندي فعل هنا live باش يولي living. We are used to living, يعني حتى لو كان ما تعرفش المعنى متاع الجملة نجم تخدم بالقاعدة اللي قلناها. المثال الأخير. Are you getting used to verb live in your new house? ب عنا getting used to, معناتها بديت تتعود. وهنا سؤال, معناتها اسكو انت بديت تتعود على live العيشة in your new house في دارك الجديدة. دونك شنو هي القاعدة اللي قلناها مع get used to؟ يا اما يكون بعدها اسم والا verb في ing. دونك اوتوماتيكمون living. Are you getting used to living in your new house؟ بديتش تتعود على العيشة في دارك الجديدة. ناخذ اكزرسيس واحد اخر. Complete with use it to, be used to والا get used to. لهنا لازمنا نفهموا المعنى متاع الجملة باش نعرفوا اسكو احنا شنية الحاجة اللي حاشتنا بها.
كان نحكيو على حاجة كنا متعودين قبل وما عادش توا نعملو فيها نستعملو use it to. وإذا كان حاجة احنا متعودين عليها ديما, كيف مثلا أنا متعود نشرب القهوة كل صباح, يعني من قبل حتى التو أنا نشرب في القهوة نستعمل be use it to, أما لازم نصرف البي. وإذا كان حاجة بديت تتعود عليها, يعني ما كنتش تعملها قبل أما توا بديت تتعود عليها بديت تعملها, نستعمل get used to. نبدأ بالجملة الأولى. This is the place where I live, verb live, when I was a child. شو معناتها الجملة هذه؟ This is the place, هذه البلاصة, where, when أنا, I, عندي verb live, أنا نعيش, when I was a child, وقت اللي كنت صغير. شنو تقول لي الجملة هذه معناتها؟ نورمالمون هذه بلاصة كنت نعيش فيها وقت اللي كنت أنا صغير, يعني توا بدلت البلاصة, يعني قبل كي كنت صغير كنت متعودة تعيش في بلاصة أما توا ما عادش. دونك لهنا باش نستعمل use it to. حاجة أخرى زادة, ما نكتبش use it to أكاهو, أما لزادة لازم نصرف الفعل اللي ما بين قوسين live. شنو تقولنا القاعدة؟ كي نستعمل use it to نستعمل معها base form, يعني الverb كيف من هو ما نزيده حتى شيء. دونك تولي I use it to live, هذه البلاصة اللي كنت متعود نعيش فيها وقت اللي كنت صغير, توا كي كبرت بدلت البلاصة. الجملة الثانية, Now I am married, I must cook by myself. شو معناتها الجملة هذه؟ Now I am married, توا أنا معرسة, I must, لازمني, verb cook معناها طيب, by myself, وحدي, توا أنا معرسة لازمني نطيب وحدي. شنو يحب يقول لنا؟ معناتها هي يمكن قبل ما كانتش تطيب وحدها أما توا كي هي معرسة لازمها طيب وحدها, يعني لازمها تبدأ تتعود على التطيب وحدها. طيب باش نستعملو get used to, هي قبل ما كانتش تطيب وحدها اما توا كيف هي معرسة لازمها تتعود على التطيب وحدها. طيب باش نستعملو get used to, حكم اني عندي I يعني get من زيدها حد شي من زيدهاش S, لو كان جات عندي he, she ولا it لازم نزيد S للget. و get used to القاعدة تقولنا اللي لازم نكتب بعدها هي إما اسم وإلا verb في line G. عندي لهنا verb cook, donc لازم نحطه في line G. donc تولي I must get used to cooking, verb في line G, get used to cooking. example الثالث, writing electronic emails is not difficult for George. He verb use the computer. إيش معنى الجملة؟ Writing electronic emails, كتابة الرسائل الإلكترونية is not difficult, ما هوش صعيب for George, بالنسبة لجورج. He هو use يستعمل the computer, يستعمل الأورديناتور. إيش معناتها؟ باش يكتب رسالة إلكترونية حاجة سهلة بالنسبة لجورج على خاطره معناتها ديما يستعمل الأورديناتور, معناتها على خاطره هو متعود على استعمال الحاسوب. لهنا حاجتي be used to, حاجتي be used to, هو من قبل حتى لتو متعود على استعمال الحاسوب. به لهنا be verb to be لازم نصرفه, وعندي هي دونك he مع verb to be تولي is. he is used to, قلنا مع be used to لازمني يا اما noun والا verb في line g. على هنا عندي فعل use يولي using, دونك بكلها تولي he is used to using the computer, هو متعود على استعمال الحاسوب. ان شاء الله تكونوا فهمتوا معنا في الفيديو زي هذوما.
الاكزرسيس الثالث هو correct the following sentence, صلح الجملة التالية. نقرأ لكم الجملة. In the past, people didn't have cars. They are used to travel on camels. In the past, people didn't have cars. They are used to travel on camels. باه مانيش باش نفسر لكم الجملة هذه. نحب نقيم الفهم نتاعكم ونحبكم في الكومنتس تكتبوا لي تصلحوا لي الجملة هذه. هو انا بتبعتي تو نقرا الكومنتس تو نقرا لي كومونتير ونصلح لكم ونشوف اذا فهمتوا درس نتاع اليوم والا لا. اللي فهم درس اليوم بالباهي باش يجيوا بالصحيح.